وهو المطلب الذي يشفع وهو الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بإيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا، علما أنه كانت لنا اسمه فرصة لمغادرة اسمه مدينة جاو قبل الاختطاف، لكن لبينا مطالب وزارة شؤون خارجية وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية، والآن نطلب منه أن يساعدنا ويلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهالينا سالمين معافين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من السيد رئيس الجمهورية شعبا وحكومة تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة، وإرجاعنا إلى أهالينا سالمين معافين.